أمير قريش يقول بتحريف القرآن وللأسف الشديد يتبعه عامة ايه الشيعة. بس هو يقول عثمان حرفه، اقول ليش يعني فقط من ذاك اليوم القرآن على تحريف عثمان؟ كان حرفوه النصارى، كان حرفوه اليهود، ما زالوا يتحرف. يعني أنت تعتقد أن القرآن محرف ولا مش محرف؟ لا انا ما اعتقد بكلامك، ما اعتقد، طب الحمد لله لان أن أنت ما قلت كان تعتقد بكلامه. ليه؟ أصل مسألة تحريف لان القرآن، النصارى كان اسمعني قال يا أخي الله يبارك في عمرك، مسألة تحريف القرآن مسألة خطيرة جدا جدا جدا. إزاي؟ لو أنا اعتقدت أو شبه اعتقاد بأن القرآن محرف، كل العبادات راحت. ليه؟ أنت دخلت في قلبي الشك. فطالما دخلت بقلب الشك إن القرآن محرف، طب أنا هصلي إزاي وقرآن محرف؟ ما يمكن الآيات اللي أنا بقرأها دي كمان محرفة. لا. وليش يعني النصارى ما قدروا يقولون مثل لقد آمن الذين قالوا إن المسيح عيسى ابن وبعدين مريم؟ أنا هل عايزك حرفوا كشيعي كان؟ تسأله سؤال واحد، عايزك كشيعي تسأله سؤال واحد، وأوجه الكلام ده لكل الشيعة اللي بيسمعوني دلوقتي. اتصلوا على أمير قريش وقولوا له لو سألك نصراني أو يهودي أو واحد غير ملة الإسلام وقال لك هل القرآن محرف، ستقول له نعم أم لا؟ فإن قلت له نعم فكيف يدخلون دين قرآنه محرف؟ نعم صحيح كلام هذا. اسألوه السؤال ده، قولوا له لو سألك دلوقتي. هو أنا يقول لك، يقول كل شوية يقول لك أصل أستمر السنة بقى. عندهم محرف، أصل السنة. يا عم القضية مش قضية سنة وشيعة، القضية دلوقتي لا أنا تسأل وأقول له ليش ما جدر حد يحرف أنه بعد عثمان؟ نعم. ليش ظل على تحريف عثمان؟ يعني هل عثمان شنو أقوى من الله، أقوى من الرسول؟ من ذاك اليوم القرآن طب لو افترضنا بس هو ان سيدنا عثمان هو حرف القرآن، ايه مهمة علي بن ابي طالب؟ اليست الحفاظ على القرآن؟ يبقى علي بن ابي طالب عندهم تخلى عن حفظ القرآن، او حفظ القرآن لنا. يبقى ايه اساسا 12 معصوم عندهم او عندكم ما حفظوا لنا القرآن الصحيح؟ يبقى ايه لازمتهم اساسا؟ لا ليش ما حد يقدر يحرف النوب؟ نعم ليش ما قدروا النصارى يحرفون؟ ليش احنا من ذاك اليوم نقرا بتحريف عثمان؟ ايش صحيح معنى يعني؟ صحيح صحيح صحيح. يعني ليش ثبت القرآن على تحريف عثمان؟ يعني ما زال عثمان كافر ويحرف، ليش ما جو كفار النوب قدروا يحرفون وخلونا نقراه وهم غيره؟ صحيح. وبعدين يعني انا اقول الآيات، الآيات التي قالت مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله عز وجل عندما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أم الآيات دي كلها إيه؟ لما أنت تيجي تقول محرف، إذا ذلك الكتاب به ريب، به شك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، عن قول الله يا رب أنت ما حفظتش القرآن. واحد يقول لك ايه لا اصل حفظ القران ده، يعني الحفظ القران ده في اللوح المحفوظ. طب احنا استفدنا ايه ان القران يبقى محفوظ في اللوح المحفوظ ومحرف على الارض؟ يعني خوال السنة بس يعني تقريبا أشوف خوال الصح يعني مع خوالي الله المستعان.